شكرا دكتور. رياض الصيداوي، خاضت الجزائر منذ دخولها مجلس الأمن مطلع السنة كعضو غير دائم حراكا دبلوماسيا من خلال مقاومة دبلوماسية موازية، نجحت من خلالها في فرض تطورات المشهد الفلسطيني دوريا على طاولة مجلس الأمن. إلى أي مدى ساعدت هذه الجهود الجزائرية في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؟ طبعا بدور كبير جدا كان أسد الدبلوماسية الجزائرية سفير عمار بن جامع يزأر كالأسد في مجلس الأمن يذكر بحقوق الشعب الفلسطيني كل مرة، بل نجحت الجزائر في خطوة الأولى، كادت أن تأخذ قرار بمبادرة جزائرية، قرار في مجلس الأمن، يعني امتنعت فيه بريطانيا عن التصويت وقبلت به فرنسا، طبعا روسيا والصين قبلا، إلا أمريكا استخدمت حق الفيتو. أتحدث عن 5 دول في مجلس الأمن التي تمتلك حق الفيتو ويمكنها أن لا تمرر القرار، وهي أمريكا، بريطانيا، فرنسا، والصين، وروسيا. ثم في محاولة ثانية مع دول أخرى مثل سويسرا ودول أفريقية ودول أمريكا اللاتينية، نجحت الدبلوماسية الجزائرية ولأول مرة أعتقد نادرا ما يحدث ذلك في مجلس الأمن في تمرير قرار في مجلس الأمن، هذه المرة صوتت عليه لصالح بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وأمريكا احتفظت بصوتها، يعني الأول مرة أمريكا تمتنع عن التصويت، فمر القرار، والقرار يلزم الكيان الصهيوني بإيقاف عدوانه وحربه على الشعب الفلسطيني فورا، هذا هو قرار مجلس الأمن. لكن للأسف الشديد وبكل مرارة، قرارات مجلس الأمن حينما يتعلق الأمر بالعواصم العربية، بغداد ودمشق وطرابلس تشكل التحالفات العسكرية، وما أن يصدر القرار هنا إلا ويتم قصف بغداد أو طرابلس مباشرة من أمريكا ودول الناتو. المفروض أيضا بعد صدور قرار مجلس الأمن هذا بفضل الدبلوماسية الجزائرية أن يتم تشكيل قوة عسكرية لقصف تل أبيب مثل ما فعلوا مع بغداد عام 91 وفعلوا مع ليبيا طرابلس 2011. طبعا لم يحدث ذلك، كنت في فضائية عربية مع مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي، قلت له ذلك، قال هذا مستحيل أن أمريكا تسمح بقصف تل أبيب أو بالمشاركة في قصف تل أبيب. إذن القانون الدولي أصبح قانون القوة وليس قوة القانون، سياسة الكيل بمكيالين. لكن هذا لا يمنع من أن الدبلوماسية الجزائرية حققت نجاحا كبيرا جدا في مجلس الأمن، لأنها وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في الزاوية، وضعت دول العالم سواء النووية وغير النووية أمام مسؤولياتهم التاريخية. هذا نجاح كبير جدا للقضية الفلسطينية. لا ننسى أيضا أن الدبلوماسية الجزائرية سبق لها بمعية دول أفريقية شريفة أن كنست وطردت الكيان الصهيوني منظمة الاتحاد الأفريقي الذي أتى به المغرب ودعمه المملكة المغربية. الجزائر مع دول أفريقية شريفة مناضلة طردوا، نجحت الدبلوماسية الجزائرية في حشد وتعبئة دول أفريقية وطردت الكيان الصهيوني. نعم تفضل. نعم أعود فقط.